السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في القناة ديالكم بوتينا شانيل. اليوم جيت نشارك معكم لانيفرسير اللي عملتو سوربريز نراجلي الوغ اللي حضرت فيه هنايا بسطيلات ديال الدجاج، لي كيشت الكفتة، دي ميني بيتزا ديال الطون، وفقاس الحلوى ديال التمر، ولي تارت ديال اللوز، ولي بوبس كيك، صافي. والكاتو ديال لانيفرسير اللي نعدلوه بالجينواز، شنو الشوكولا. نعطيكم افكار يعني بالنسبه لعيد ميلاد دولتكم وداكشي. المهم نمروا الطريقه ديال التحضير ديال الحلوه ديال التمر. هنا اللي بخرت التمر، ديجا الوصفه حطيتها لكم في اليوتيوب. هنا التمر بخرته وزدت عليه الكركاع والقرفه وشويه ديال الماء الزهر. هذه لاباط ديال الحلوه ديال التمر، ديجا عاد شاركتها معكم. الزبده والطحين، المهم انا تقريبا قسمت الشغل، عملت نهار مقبل عدلت الحلوه ديال التمر ولي بوبس كيك، ماشي مشكل واخا يباتو ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. بالحق بالنسبه للمالح عدلتو بنهار بنهارو، وغادي باش تقسموا الشغل ديالكم شويه. صافي عدلت الحلوه ديال التمر على تيسع، عملت نهار مقبل. الفقاس ما صورتوش، ديجا كنت صورتو حتى هو معكم في اليوتيوب. بالنسبه للديكوراسيون ما بقاليش الوقت باش نديكوري، حيت مع البنيه الصغيره وداكشي الوغ ما بقاليش الوقت باش نديكوري، وحسيت راسي شوي فاتيكي مع هاد الصهد وداكشي. المهم هنايا في الجينوا استعملت 5 البيضات بحارات المطبخ، واحد الخميره ديال هنا، وجدت لها او ميم طون السيرو ديالها بالماء والسكر باش كيغلى فوق البوطه. هنا كنطلعوا البيض ديالنا مزيان، كنضيفوا عليه الخميره والطحين، وكنخدموها من تحت لفوق بسباتو. انا هنا وجدت جوج شينواز باش جاتني الكعك ديال الكعكه ديال لانيفرسير عاليه. صافي نفس الطريقه وجدت 5 د البيضات مع زلافه ديال 5 د البيضات، كنخدموا مع كاس السكر، وموها كنضيفوا عليهم زلافه ديال الطحين مع خميره كما كتشوفوا هنا. ملي كنطلعوا مزيان بالباتور ولا العشانه، كنطلعوا من الفوق للتحت باش ما كيمشيناش الهواء ديال لاطارت. صافي كنعملوها في الفرن. هنا استعملت الدجاجه وبصل، ديجا عاوت شاركت معكم بسطيله ديال الدجاج. وهنا عدلت لاباط او ميم طون ديال الكيش، و او ميم طون مت لاباط ديال لي تارت ديال اللوز. هي ديال الكيش خليتها على طيبه الملح، وديال اللوز عملت فيها السكر. تاد لي ميني تارت د اللوز رائعين اللي كيعجبوني انا بعدا شخصيا، كيعجبوني. هنا كنستعمل جوج بيضات مع 250 غرام ديال اللوز بودر. صافي كنطلعوا لا كريم ديالو، كتجي بحال كنزيد شويه السكر كلاسي، نزيد واحد شويه السكر كلاسي. عملت تقريبا 150 غرام ديال الزبده. صافي كنخدموا باش كتجينا واحد لا كريم شويه موالو بالطريقة هذه، باش كنعملوها في لي طارت ديالنا. او ميم طون قليت اللوز بالنسبه للبسطيله ديال الدجاج. صافي جينواز ديالي كيشما كتشوفوا جاتني بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للفقاس ديجا حطيت لكم في اللوز هنايا، هامشتو نزلت، سمحوا لي نزلت هنايا لاطات اللي غنعمل فيهم لاباط ديال الزبده اللي غادي نعملوا بها لي كيش. عملتها في لي مول ديالي، قطعتهم ماشي قطعتهم، عملت عليهم
الدلاك باش زودت الجناب صافي. هنا عملتها فورشيت او ميم طون وجدت التعميره ديالو. نو سمحوا لي هذه لاباط ديال هنا هذه لاباط ديال الطرطه ديال اللوز اللي الزبده وعملت فيها بودره ديال اللوز من الداخل وزوقتها باللوز ايبيلي من الفوق ودخلتها للفران على درجه الحراره 180 لمده حتى كنشوفهم تحمروا مزيان كطيب لنا لاباط ديالنا وهذاك اللوز اللي من الداخل كيتنفخنا شويه المهم كتعطي اللون الذهبي صافي. ملي كنخرجوا من الفران كندهنوهم بالكونفيتور ولا بالناباج الى توفر لكم وسكر كلاسي صافي. بالنسبه لليكيش عملت البصله زيت العود في المقله عملتها تحار شويه. هنا بالنسبه للصوص ديال البيتزا عملت استعملت مطيشه ديال الحك ماشي الحك يعني ديك الكونسونطري الصوص طوماط اللي كتبع هذه بالنسبه ل الا ما توفرش عندكم طوماط اصلا هذه كتجي براتيك تو يعني اخرى كتدي الوقت باش تبقى تحك مطيشه وداكشي صافي. زدت عليها هنا بازيليك عملت لها معدنوس ثوما زيت العود الملحه باش كنسمها ما كيبقاش فيها هذيك المذاق ديال يعني بين بحال كتجي فحال الدار ما كتبقاش فيها المذاق 100% يعني بانها مصنعه ديجا واجده صافي. بالنسبه لاباط ديال البيتزا انا استعملت الطحين زيت العود الملحه الزعتر والخميره ديال العجين حاولت نخدم العجينه شويه خفيفه ما تجيش ثقيله باش كتجي لاباط كتجي رائعه صافي. ملي كنجي عند العجينه كنخليها جانبا. هنا في نفس الاثناء شعلت البوطه باش طايت لاصوص طوماط ديالي. هنا عملت البصله زدت عليها لي زيبينار اللي ديجا كانوا عندي كونجلي قطعت واحد الفليفله حمراء مربعات زدتها فوق المقله في ديك المقله نيت صافي. هادي هي لاباط ديالنا كتجي بالطريقه كنخليوها تخمر جانبا صافي. هنايا طحنت اللوز اللي غادي نعمل في البسطيله ديال الدجاج وزيت عليه شويه السكر كلاسي صافي. وقرمشتو نص ماشي طحنتو بزاف ولكن طحنتو ما بين وبين باش يبقى لنا هذيك الطرفه ديال اللوز في البسطيله نحس بحال هيدا بالطريقه هادي صافي. هنايا البصله ديالنا ولي زيبينار طابو هادو لي طاغ ديالنا خرجونا زينتهم بهاد الطريقة هادي. عملت نص ديال الكونفيتور المشمش أو نص ديال السكر كلاسي. هنا الدجاجة ديالنا ديجا طيبناها بسطيلة الدجاج ديجا شاركتها معاكم في اليوتيوب عملتهم في التتة زدت عليها البيض عملتها في كسكاس تقطر مزيان وفي نفس الأثناء بقيت كنقطع البيتزا ديالي لي ميني بيتزا عملت عليهم ديك صوص طوماط لي وجدتها في كاسرونة بوحديتها بحال قلنا نسمناها ببازيليك وزيت العود والمعدنوس والثومة محكوكة وزيت العود ومليحة كتجي رائعة. ولا بغيتو تزيدو عليها واحد معلقة صغيرة ديال الصوص كونسونطخي اللي كنديرو في الحريرة صافي. هاديك عمرت هنايا فوق منها الفرماج ديريكت وفوق منها درت لي زيبينار والفلفلة والبصلة والبيض وزينتها بالزيتون صافي. دخلت الفران تحمرت لنا زدت عليها فرماج غابي في الاخر باش ما يتحرقش صافي. وهنايا الجينواز ديالي قطعتها في التزيين ديالها غادي نستعمل لي كريم شوكولا شوكولاولي ودانيت وفي شويه فواكه مكسره ولا كريم ديال العقده باش نهدوك والسيرو ديالنا اللي ديجا وجدتو صافي. كنطلعوا لا كريم ديالنا كنزيدوا عليها الساشي د فاني كنطلعوها حتى كترجع تعملنا ملقاه ديال كتجي يعني كطلع موس صافي. موراها كنحاولوا نقطعوا داك الكيك ديالنا زدت عليه بعدا في الاخر زدت عليه شويه الزبده صافي. وخدمت لا كريم ديالي صافي. قطعت الجينواز ديالي على جوج والاخرى خليتها صحيحه صافي باش تعطيني فوليوم. عملت السيرو عملت لا كريم وصافي فوق من المكسرات وكنبقى هيداك عاوتاني السيرو ولا كريم والطبقه الفوقانيه ما عملت فيها شوكولا نو اللي قبل من الاخراني عملت فيها شوكولا. الشوكولا انا غنوريكم الطريقه كيفاش كنستعملوه
كندوبو الشوكولا في الحمام ماريا، كان ملي كنزلو كنخليوها هي بردي واحد شويه، كنزيد نضيفو عليه دانيت. صافي ساهله، ماشي احسن اسهل كلاصاج يعني بالنسبه لي تارت وديك الشيء. الا كنتو مزهوبين ولا عندكم بزاف ديال الحاجات، هذيك ديال لا كريم ديالي ديال الشوكولا، او ميم طون شبرت شويه ديال اللوز ايفي اللي حمرته شويه في المقله، اللي غادي نزين به الجناب ديال لاطارت. صافي جبت واحد البول، عملت فيها دانون ديال دانيت، هنا حمرت اللوز ديالي، نزيد عليه الشوكولا، كنخدم نحاول نخدم ديك الشوكولا مع دانيت. صافي هي هذه الكريمه ديالنا، هي واجده باش نزينو بها. عملت اللوز ايفيلي في الجناب وفوقي، كيبقى لكم الاختيار تزينوها باش ما بغيتو. انا زينتها بشوكولا دي ميرسي، وزدت عليها واحد نوتيلا ديك قاع صغاري اللي كيتباعوه في اكسيون. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا استعملت شوكولا بلون اللي كتبت بها الاسم وكتبت بون انيفيرسير. هنا غندوزو لبوبس كيك، استعملت واحد الكيكه بقات لي ما كليناهاش، الوغ كتفتت حتى شوكولا بلون هذا اللي نزين به الكتابه ديال هذاك. بالنسبه للبوبس كيك كنفتتو الكيك، كنزيدو عليه الماسكاربون ديالنا، وكنحاولو نعملو كويرات. بوبس كيك اسهل حاجه دغيا كتوجد. صافي هنايا بقات كتجمع لي الكيكه ديالي، كنحاول نعمل منها كوهات. هاهوما كتشوفهم يعني الماسكاربو كتعمل على حساب الكيكه، حتى كتشوفها كتجمع لي كتعمل كوهات. صافي بالنسبه للتزيينيه هذه عملت كتبت محسن، ولكن ما توفرليش يجيب حلواني، شاتني كتابه مشيت تما. هذه بالنسبه للتعميره ديال لي كيش، عملت البصله والشامبينيون والفلفله والكفته. صافي هادشي اللي استعملت في الكيش. صافي تلقت ليك لاباط ديالي اللي استعملناها نيت في ديال الطارطة اللوز، عملتهم في هذيك في لي كيش. صافي هنا جوج بيضات، كنزيد عليهم شويه الحليب كنطهبهم. هما لي بوبس كيك ديالي، ديجا زينتهم شوكولا بلون شوكولا اولي، ولا كانت توفاكم حبيبات كتزينهم باش ما بغيتو. انا عملت ديك حبيبات في الغوص وواحد بحال هيدا الشريطات كنزوقو بهم. صافي كنعملهم فوق واحد الكاغط الزبده باش ما كيتلصقوش، لان الا عملتهم في الكاغط عادي ملي كتجي طلع الباطون كيبقاو لاصق الشوكولا في هذيك، ولا ما كيبقاوش يتهزو كيتهرسوا لك. من الاحسن تعمل واحد الصينيه وتعمل فوق منها بلاطو بابيي ديال الزبده وتخليهم دخلهم للفريكو نيشان باش يشبهوا راسهم. صافي بالنسبه للبسطيلات ديجا شاركتهم معكم في اليوتيوب، كنتمنى تزوروا تشوفوا الفيديو هذا ديال البسطيلات كيجيو رائعين. صافي هنا دهنتهم بالبيض، ملي جمعتهم عملت الطبقه ديال التعميره ديال الدجاج ومن فوق اللوز دهنتهم بالبيض، وعملت فوق منهم اللوز ايفيلي ودخلتهم يتحمروا الفرن. بالنسبه لي كيش طلقت ديك لاباط، عملت فيها التعميره ديال الكفته وشامبينيون ومثل البيض وفروماج رابي، دخلتهم الفرن. كيجيو رائعين هاد لي كيش، ديجا شاركتو معكم تاهوما في القناة. فقس ديجا تاهو شاركتو، لي طارت اللوز رائعين لي كنحماق عليهم، لي بوبس كيك بقاو في النيفيغا واحد تقريبا واحد جوج ساعات باش كيشبهو راسهم. وبالنسبة للكيك ديالي كتبت محسن بون انيفيرسير بون اني، والكتابة ما كتبتهاش بجيب حلواني، عملتيه بلاستيك عادي قطعتو بشوية هيدا بالمقص باش كتبت الكتابه. صافي هذيك هابي بريدي ديجا شريتها لصقتها هيدا ديال البلاستيك، وزينتو بالشوكولا ميرسي واوريو وشوكولا اولي. صافي كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك باش يوصلهم دائما الجديد. مهم يعني بالنسبه للبوفي كيجي مزيون، يعني هيدا بالنسبه لي زانيفيرسير ديالكم، نعطيكم افكار باش لي بغا يزين البوفي ديالو. هذاك الشيء سي فري كنقصوا ديكوراسيون هذاك الشيء، ولكن ان شاء الله تنمرخها. شكرا على المتابعه، وان شاء الله الفيديو لاحق.